اليوم ربما عن طريق المسرع شركة نشأة الجو فنتشر، الهدف تاعنا هو أنه نفتح أفق جديدة لشركة نشأة في هذا المجال بإشراكهم في مسابقة قارية راح يشارك فيها إن شاء الله شركة نشأة من 32 دولة، وسيتم اختيار أفضل الشركات التي تقدم تكنولوجيا وحلول ذكية، حلول مبتكرة على المستوى القاري. فهي فرصة لأصحاب شركة نشأة في الجزائر لطبيعة الحال التقرب من عملاق في مجال الطاقة اللي هو توتال انرجي، وأيضا ربما الحصول على فرص للتوسع حتى على المستوى القاري. في هذه النسخة الخاصة لدينا ثلاث فئات مختلفة من الجوائز. أولا جائزة أفضل رائد أعمال في فئة إينوف أب. ثانيا جائزة الاقتصاد الدائري في فئة سايكل أب. ثالثا جائزة الطاقة المستدامة وميسورة التكلفة في فئة باور أب. وبناء على ذلك سيكون هناك فائزا واحدا من الجزائر لكل فئة، بالإضافة إلى اختيار مرشح آخر بجائزة الطاقة المستدامة وميسورة التكلفة ليتأهل ضمن 32 مرشحا آخر من البلدان الإفريقية المشاركة. الشراكة اللي حنوقع عليها تدخل في إطار أولا دعم مؤسسات ناشئة في ستارت أبر لسنة 2024 اللي هي مسابقة في دورتها الرابعة. ما يخفكمش أن المؤسسات الناشئة الجزائرية والجزائر لها طاقة شبانية عظيمة، لها خبرات في عدة ميادين